ويذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. نعم، هذا مما يعالج به الحريق الذي يشتعل في البيوت أو في المتاجر أو في المصانع، كثيرا ما يقع هذا ويحصل به تلف الأنفس والأموال، فهذا يعالج أيضا بالتكبير، يعالج بالتكبير، وهذا مجرب كما يقول ابن القيم. نعم، والمناسبة سيأتي بيانها كيف يعالج بالتكبير، يأتي بيان ذلك. نعم، يذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان. نعم، على وجه المناسبة، مناسبة في أن التكبير يطفئ النار، لأن الحريق من النار التي خلق منها الشيطان. خلقتني من نار، الشيطان يقول خلقتني من نار، والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. نعم، الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان، وفيه من الفساد ما يلي الملائكة، إنهم خلقوا من النور، وأما بنو آدم فخلقوا مما ذكره الله من تراب. نعم، الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان، وفيه من الفساد ما يناسب الشيطان والنار. يعني في الحريق من الفساد ما يناسب الشيطان، لأن الشيطان مهمته الفساد، الحريق يفسد الأموال والأنفس وجه التكبير أن كلمة الله أكبر تقهر الشيطان، تقهر الشيطان وتقهر الحريق بإذن الله. الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، والنار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان هدي الشيطان. نعم، العلو والفساد من هدي الشيطان ومهمته. نعم، وهذان هدي الشيطان، وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم. نعم، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان. كبرياء الرب، قول الله أكبر أكبر من كل شيء، هذا له الكبرياء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض ولا يغالبه أحد. نعم، لا شيطان ولا غيره، ولا حريق ولا نعم. وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان، فإذا كبر المسلم ربه طفئ الحريق. قد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. نعم، عالج الحريق بالتكبير فانطفى بإذن الله، لكن هذا يحتاج إلى نية وإخلاص من العبد. نعم، حضور قلب. نعم، على اللي جاي يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا نار، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،